السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، اهلا بيكم في قناتكم الرسم والنقوش مع كريمة بقوش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دلوقتي في ظل الظروف اللي احنا فيها، يا رب يعدي الازمة دي على خير والايام ان شاء الله تتعاد عليكم بخير يا رب، وكورونا يمشي ويروح لحاله وان شاء الله الامة الاسلامية كلها بخير. فالنهارده عايزين نعمل ستاند، عشان بما ان مفيش صلاة في المسجد تراويح، فاحنا عايزين نعمل ستاند او حامل للمصحف علشان يساعدنا في صلاة التراويح بطريقة بسيطة جدا وحاجة سهلة قوي، وهنعمله في البيت مع بعض. وخليكم معايا وتعالوا نشوف احنا هنعمل ايه. دي الخشبة هي اللي احنا هنعملها الستاند بتاع المصحف، فأنا عايزة أشيل منها هنا بزاوية 45 درجة. اوكي، بس هبدأ بقى أجاهد وأقطع بالإيه بالمنشار، عشان مش عندي منشار تاني، هقطع بالمنشار صفيحة المنشار. بسم الله. هو ده الانجاز. هي دلوقتي يعني انا هحتاج بقى ايه، اصنفرها ومعجنها واظبطها عشان تبقى جاهزه. دي الخشبه اهي بتاعتنا اللي احنا معجناها وجاهزه ان شاء الله، سمرتها في القعده وجاهزه ان شاء الله ان احنا نركب عليها الجزء العلوي اللي هو هيشيل المصر. ان شاء الله بعد ما نركبه هبدأ بقى ايه في الدهان، وان شاء الله نشوفه لما يخلص. دي هنا القعدة اللي هحط عليها المصحف ان شاء الله، وطبعا محتاجة اعمل لها حاجز عشان ما يقعش من عليها. دي هنثبتها كده اوكي، وهتدهن ان شاء الله هي كمان، وبعدين نثبتها في الحامل اللي عملناه. في كمان حاجة عايزة اعملها علشان خاطر ايه المصحف ما يتفتحش على الاخر يعني، بس انا ما عنديش امكانية ان انا اعمل اللوحة ده كده، انا مش نجار فمش هعرف اعمله بالشكل ده، فهحاول احط له حاجة من هنا ترفعه شوية، يعني ترفع الصفحة شوية. نشوف انا هعمل ايه، ربنا يسهل. خليكم معايا. طيب انا لقيت عندي القطعة دي اهي، فدي انا هقسمها نصين، هي لقيتها 16، هقسمها 8 سنتي. طبعا هقطعها بالصفيحة المنشار، بحاول يعني ايه اشتغل بالامكانيات المتاحة اوكي. فانا هقطعها بصفيحة المنشار وهحط نص من الناحية دي ونص من الناحية التانية، بحيث يسند المصحف عليه وما يتفتحش قوي يتقطع يعني. فخليكم معايا. طيب انا لقيت الحل ده زي ما قلت لكم، القطعه دي اللي هي زي دي قسمتها اتنين وهحطها للمصحف هنا اهي، وعندي دي شايفه ان هي متقلي يعني كده احسن، وهتبقى متناسقه الكيرفات دي مع دي بدل القطعه دي، يعني حتى يبقى فيها شكل شويه. تمام، هنا اهي القاعدة بتاعت المصحف، ثبتت الحاجات دي بالغيرة والسندات، وهبدأ امسمرها بقى في الحامل بتاعنا ونشوف هتبقى عاملة ازاي. دي انا عاملاها بالغيرة اهي من غير مسامير، كنت هعملها مسامير بس هي جامدة جدا هي ما شاء الله، فمش محتاجة. وطبعا اتمعجنت واتصنفرت كويس، خلاص جاهزة ان شاء الله ان احنا نثبتها وندهنها. طيب هنا احنا حددنا المنتصف بتاعها عشان خاطر نشوف احنا هنلزقها منين. ادي اهو الحامل بتاعنا جاهز الحمد لله، فاضل هيدهن، بس مش عارفه هو زعلان كده ليه.
اكيد هيفرح لما يشيل المصحف ان شاء الله. اهو كده ان شاء الله حاجة سهلة جدا ان احنا نعملها في البيت، ونشوف ان شاء الله هيدهن ونشوف هنعمل فيه ايه. طبعا مش هنعمل، هندي بطانة الاول بلاستيك ابيض، وبعد كده هندي لون بني، وبرده مش عايزين نعمل فيه اي شغل عشان خاطر هو مش معمول لحاجة تلفت النظر، فمش هنعمل فيه اي شغل. اهو الفنان بتاعي الصغير هيلون اهو، نديله الاول وش البطانة الابيض. هو كده خلاص خلصت المرحلة الأولى دهان البلاستيك. أنا عرفت هو زعلان ليه، هو تقريبا معوج شوية، هنحاول نظبط الموضوع ده إن شاء الله. دلوقتي خلص معانا اهو بالأبيض زي ما قلنا، وهنبدأ نلونه باللون البني النهائي إن شاء الله. الحامل اهو معانا جاهز الحمد لله، خلاص خد اللون. اللون ده على فكرة لاكيه، لاكيه بني يعني، ما عملتش بلاستيك، البلاستيك حطيته في التأسيس لاني كنت هكمل بعد كده بلاستيك ونسيت يعني وكملت لاكيه، وما حصلش اي حاجة مفيش مشكلة. اهم شيء بس اغسله الفرش كويس بعد اللاكيه، طبعا بيتغسل بتينر او نفط. شايفين الحامل اهو هو شايل المصحف الحمد لله مظبوط عليه، شايفين كده بقى فرحان ازاي الحامل ان هو شايل المصحف مبقاش مكشر. طبعا المصحف بينور اي مكان بيكون فيه وبينور قلوبنا، يا رب كده يزيح عنا الغمة اللي احنا فيها ويكشف عنا الوباء والمساجد تتفتح تاني بإذن الله. وياريت كل اب يصلي بالأسرة بتاعته، وكل ام تصلي بأولادها، نخلي احد الاولاد يصلي جماعه بينا يعني كده عشان يتعودوا، وربنا يتقبل منا الصيام والقيام يا رب ويعيننا عليه. وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى ان انا اكون افدتكم في الفيديو ده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني.